ضربة الجزاء، وانا كنت بتفرج عليك من ايام الجيش الملكي، وهو مميز جدا في جدا ضربات الجزاء. جدا. احكي لي يعني، فكرت ازاي؟ سددتها ازاي؟ شعورك ايه لما ضاعت؟ ده مهم جدا. رحت نضرب ضربة جزاء، انا هذيك هي الضربة بشاهد، لو سألت كابتن حسين يقول لك صح. بس لما ضاعت ضربة جزاء شوية كانت صعبة عليا، بالخصوص مع يعني نهائي لازم كسبوا النهائي. بس الحمد لله كسبناه، ده كله على خير ان شاء الله. ده مميز فيها جدا، مميز جدا، مميز لان جداً. انا بتابعه من ايام الجيش الملكي، ده هو كان جايب جوان كتير، خد هداف الدوري، وكان جايب ما اعتقد ما ضيعتش ضربه جزاء انت في الجيش الملكي خالص يا رضا، صح؟ لا ضيعش واحده في افريقيا مع الجيش الملكي، واحده فقط. كويس جدا حتى في التمرين. لكن انت فكرت ازاي؟ او انت يعني شويه ما جاتش قويه زي ما انت عايز، شويه ما التوجيه شويه ما جاتش قويه ولما انا كنت استنى يعني الاخر لحظه لما يوقع الحارس بس ضاعت. بس الحمد لله كسبنا الكاس، الحمد لله. الحمد لله. رضا بتفكر في الموسم الجديد ده ازاي؟ يعني ازاي؟ انا عارف انه من الممكن ان شاء الله في حاله لعبك اساسي تبقى وجود في المنتخب المغربي. الكرة المغربية تطورت بشكل غير عادي، غير عادي الفترة الأخيرة. يعني احكي لي شوية عن طموحاتك السنة دي. السنة هذه عايز نبقى إن شاء الله أساسي في الملعب ونجيب جوال كتير ونساعد الزملاء دي نكسبوا كل البطولات ونكون من الركائز ديال الفريق وإن شاء الله نكون زي حسين إن شاء الله.